إثر انتخاب رئيس للجمهورية سأبدأ بفتح حوار حقيقي مع كل الشركاء للوصول أولا إلى دستور جديد. هذا الدستور اللي يكون فيه عملية الانفتاح للعالم، هذا الدستور اللي يعطي حقيقة الاستقلالية للقضاء، هذا الدستور اللي يحمي الحريات، هذا الدستور يعني أشياء كثيرة لما تبقاش حبر على ورق وما تبقاش فقط شعارات بل نجسدها على الميدان. لما ننتهي نمشي للقوانين تاعنا الاقتصادية، هناك كثير من القوانين اللي راهي بالنسبة لنا عائق للعمل الاقتصادي، وبالتالي لما نبني أرضية سياسية نظيفة نبني قوانين نبني اقتصاد، ولفما تتحرك حتى الجانب الاجتماعي. اليوم المستثمرين في الجزائر خايفين، اللي عندهم أموال خايفين. اليوم الجزائريين المئات العشرات الآلاف اللي راهم تسرحوا من مناصب العمل لأن الأمور حابسة. أخواتي إخواني، الكلام هذا لما نقوله مش باش نخوف الشعب الجزائري، لا، هذا تشخيص للوضع اللي رانا عايشينه. قادرين أننا نغير هذا الوضع بالعزيمة والإرادة بالوحدة مع بعضنا البعض وما نقصي حتى واحد.